شبيهين جدا ببعض، بس عايزين نلاقي بينهم شويه فروقات عشان ممكن السؤال يكون بلد ولو السؤال من بره يبقى احنا هنحتاج نكون عارفين الاثنين كويس. لو جه واحد فيهم برضه لازم نتكلم عنهم بتفاصيل. اول حاجه عندنا كروز وعندنا ابسر، هما الاثنين بيشتركوا في حاجات كتير هنتكلم عليها الاول. واول حاجه هي الانتجريشن. المرضين دول يعتبروا من الامراض اللي لسه ما مش قادرين نحدد السبب الحقيقي او السبب النهائي 100%. عندنا لينا نظريات او فاكتورز. اول فاكتور هي اوتو ايمان. الموضوع فيه اوتو ايمان. اي مرض يا دكاتره عندنا اوتو ايمان، ايه الحاجات اللي ممكن تخلينا نعتقد ان هو اوتو ايمان؟ ان احنا نلاقيه اكتر في الستات. فمعظم الحالات الانفلامات دلوقتي بتكون في الستات اكتر من الرجال. ثاني حاجه العمر. لو العمر في الميدل ايج من 15 ل 40 مثلا، او ممكن في بعض الاوقات تكون من 15 ل 45، من 14 ل 50 وهكذا، بس المهم ان هي بتبقى في الرينج ده. لو الموضوع كده بنعتقد ان المرض ده ليه علاقه بالاوتو ايميون ديزيزز. دي حاجه. قالوا حاجه ثانيه، قالوا لا ممكن ما تكونش اوتو ايميون، ممكن يكون الموضوع جينيتك. اي حاجه جينيتك برضه من الحاجات اللي تشكلنا ان المرض ده جينيتك لازم يكون فيه بوزيتيف فاميلي هيستوري. لازم ممكن يكون في حاجه ثانيه، ممكن يكون موجود في الايدنتيكال توينز، يعني واحد توأم والتوأم بتاعه اخوه عنده نفس المشكله، يبقى دي اكيد حاجه جينيتك. ممكن كمان حاجه ان احنا نلاقي ما بينهم اسوشيشن، حاجه اسمها هاله. هاله بتتصرف من ايه؟ من الانتجن. الانتجن ده دكاتره او الهاله دي ليها ارقام، في ارقام لو لقيناها بنشوف ان العيان ده ممكن يكون عنده انفلاماتوري باول ديزيز. الانفلاماتوري باول ديزيز عندنا ممكن الهاله بتاعته تكون حاجه اسمها بي 27، حاجه كمان اسمها دي ار 3. البي 27 والدي ار 3 دول هتسمعهم تاني بس في برانش تاني، هتسمعهم في برانش روماتولوجي، موجودين برضه نفس الكلام. خصوصا البي 27 ده مهم جدا، بيحصل مع السيرو نيجاتيف ديزيز زي الانكلوزنج اوزموفلايتس. وفي علاقه وثيقه ما بين الانفلاماتوري باول ديزيز والسيرو نيجاتيف ارثروكس. السيرو نيجاتيف ارثروكس دي كذا حاجه من ضمنهم انتيروباسيك ارثروكس اللي هو ده. هنتكلم دلوقتي عن الانتستاينال مانفستيشن، وفي حاجات تكسر الانتستاينال اهمهم الارثروكس. بيشرب سجاير بيكون مبسوط قوي من ايه؟ بالحته بيقول لك انا الحمد لله مش هيحصل لي ابسرد كولايتس. في ناس بتمسك في الحته دي بس اكيد هيحصل له بقى برونكوجين كارسينوما وسكيمين بارت ديزيز وزايريس وهايبر تنشن وستروك، بس اهم حاجه ما ايه؟ ما يحصلوش ابسرد كولايتس. ولو كمان العينين اللي عندهم ابسرد كولايتس بيشربوا سجاير، المرض ده اوتو ايميون، يعني ليه كورس ريميشن واكسسيرفيشن، يزيد وبعد كده يهدى شويه، يزيد وبعد كده يهدى شويه. لو ان وقت الاكسسيرفيشن لما العيان بيشرب سجاير الموضوع بيهدى معاه شويه، دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟
برضه مش هنقول له الشخص اللي هو دلوقتي في العلاج مثلا ديورنج الاكسبيشن ان احنا نقدم للعيان ايه 3 سجاير مثلا كل 6 ساعات عشان السجاير ليها اعراض ثانيه او مشاكل ثانيه. ده بالنسبه للايتيولوجي. عايزين نتكلم عن الكلام ده يعني ينطبق عليهم هما الاثنين. لو حبينا نتكلم عن حاجه ثانيه دكاتره وهي السايت، ده بيحصل فين وده بيحصل فين؟ خلي كلامنا الاول عن الالسيرتيف كولايتس بالتفصيل وبعد كده نقارن بيه. الالسيرتيف كولايتس، الالسيرتيف كولايتس بالعربي لما تكتب البيشنت عنده الالسيرتيف كولايتس تقرير هنكتب التهابات القولون التفرعيه او التهاب القولون التفرعي. ده معناه ايه؟ ان هو بيحصل فين؟ اكيد في قولون وكرع. المهم ان هو بيحصل في اللارج انتست. ماشي، هو مرض ريليتد اكتر للارج انتست بس مش نسبه 100%. الاماكن اللي ممكن يجي فيها دكاتره من اشهر الاماكن اللي هو دايما بيبتدي فيها الريبتوم. لما يبتدي في الريبتوم هيكون فيه انفلاميشن، هيكون فيه انفلاماتوري بروسيس وانفلتريشن في انفلاماتوري سيلز ويعمل انفلاميشن في الريبتوم. يعني ايه كلمه انفلاميشن في الريبتوم؟ بروكتايتس. بروكتايتس طب انفلاميشن للكولون كولايتس دي سهله. ما انتوا سكيل بتعرف بروكتايتس في كده بس بروكتايتس ده كتر يعني انفلاميشن في الريكتم. فاول ما بيبتدي ممكن يجي في الريكتم، ممكن بعد كده ياخد الريكتم، ممكن ياخد الريكتم وياخد معاه السيل جزء من السيل مويل كولون او السيل من الكولون فبنسميه كولو ريكتم. لو انتوا فاكرين دكاتره الكولون ده كان فيه واحد ازاي بيبتدي بالسيكم وبعد كده اسندنج وبعد كده ترانسفير وبعد كده اسندنج وبعد كده السيجمويد كولون والليه والريكتوم وبعد كده الايدز. اول ما بيبتدي بيأثر على الحته دي وبعد كده ممكن يأثر على ده كمان. فكولو ريكتر ده تاني حاجه، تاني بوسيبيلتي. تالت بوسيبيلتي ان هو ممكن لو كان الموضوع اجريسيف اكتر وسيفير اكتر يأثر على كل ده. لما يأثر على كل ده نقول عليه ايه؟ توتال كولايتس او بان كولايتس. بس كلمه بان دي يعني ممكن نقول توتال او بان، بس كلمه بان دي ما بنقولهاش قوي. ليه ما بنقولهاش قوي؟ لان كلمه بان دي قد يفهم منها ان هو واخد كل الليرز مش كل الليرز، فنقول عليها توتال كولايتس. واحنا كده ايه جبنا القولون كله اللارج انتستين كلها. طيب قبل اللارج انتستين في الاليوم. الاليوم ده يعتبر سمول انتستين. سمول انتستين رير ان هي يحصل لها افكشن في حالات الالسيرتيف كولايتس او اسمه الالسيرتيف كولايتس. بس لو كان الموضوع سيفير زي ده في انفلتريشن بالانفلاماتوري سيلز ممكن بعضها يرجع شويه، يرجع شويه يعني يرجع عكس الاتجاه المفروض اللي هو الحاجه الاساسيه بتكمل على السيكم وهي الكول. بس لو حاجه رجعت شويه حاجه اسمها باك بوش. الباك بوش ده دكاتره هيأثر على الايدي بس ده حاجه رير جدا حوالي 5% او اقل من الحالات، انما معظم الحالات بتأثر على الريكتوم او انما حالات قليله قوي بتاثر على الايه؟ مش بتفرق ان هو مرض ايه؟ بيحصل في الكون ده على مستوى السطح. طب لو حبينا نتكلم على مستوى الباثولوجي ايه اللي هيحصل بالظبط؟ ايه المشاكل اللي هتحصل بالظبط؟ من كلام الباثولوجي ممكن اتوقع الكلينيكال ميتش. لو اعتبرنا دكاتره ان دي الليرز بتاعت الكولون اول لير عندنا فوق بتبقى عباره عن طبقه اكسجين كده وبنسميها ميكوزا، وبعد الميكوزا حته اسمها سب ميكوزا. السب ميكوزا دي بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها كونكتيف تيشو وبلاد فيزلز، كونكتيف تيشو مثلا وبلاد فيزلز وبعض جلاند كده اسمها جوبلين سيل دي بتنفذ الميوم، وبعد كده طبقه المسلز اسمها مسكلوزا، وبعد كده الطبقه الخارجيه خالص مسكلوزا. الاكل او النيوترات او الاسطول ماشي فين؟ ماشي هنا ولا ماشي هنا؟ ماشي هنا لان كده جوه الجيوب. المرض انها اكيد انها لسه صغيره شويه على الموضوع. الاكل انا جاتها ماشي هنا. لو احنا رسمناها بموقع اخر استروزا من بره اهي ده الليون اهو وهنا طبقه الميكروز اللي فيها المرض ده السرطان يعني بيعمل السر يعني يعتبر ليميتد للطبقه
السيريا مال الفيروس بيأثر على كل الناس. لو احنا كبرنا الموضوع شويه بس الحته دي هنكبر الحته دي بس شويه عشان وهنا جوه بتزيد. المرض ده بيحصل فيه انفلاميشن، بس الانفلاميشن بتاعه بيتميز ان هو كونتينيوس، يعني كونتينيوس يعني كل الحته دي، كل الحته الافكتد هيحصل فيها انفلاميشن، كل الحته دي يحصل فيها انفلاميشن. لو هو جاي في الرجل او بس، لو هو جاي في الكور كل الحته دي يحصل فيها انفلاميشن، ما بيسيبش حتت وحتت. الانفلاميشن ايه؟ ديفيوز وكونتينيوس، وكل الحته دي فيها انفلتريشن بالانفلاماتوري سيلز. بعد الانفلتريشن بالانفلاماتوري سيلز كنتيجه للانفلاميشن، الانفلاميشن بيحصل معاه كذا سيكونس. لو انتوا فاكرين من سنه ثالثه في الباثولوجي كان ممكن يحصل في الاول، اول حاجه خالص خالص بيحصل ترانزيانت فاز كونستريكشن بيقعد وقت قليل جدا، وبعد كده بيحصل كونجيشن وهايبرينيا وسويلين، وممكن يحصل نكروزس. في بعض الاماكن الدكاتره يحصل فيها نكروزس اللي انت دي بتكسر، هيبقى فيها قرح، حصل ميس كونتينيوشن اون الكوسي، فالحته دي بقى فيها قرح. الحته دي فيها انفلاميشن بس ما فيهاش قرح. بعد شويه الحته دي يحصل فيها ألسر، في مالتيبل ألسر، وهكذا والحته دي وهكذا. طب الحتت اللي منهم هل هي سليمه ولا مصابه؟ لو سليمه يبقى ده مش كونتينيوس، هي اكيد مصابه بس ما حصلش فيها ألسر، حصل فيها كونجيشن، فالحته دي يحصل فيها سويلين. الحته دي يحصل فيها شويه سويلين بسبب الهايبريميا والكونجيشن وتبقى كونجيشن. نيجي نبص على البيشنت ده مثلا بالاندوسكوب، نلاقي عنده حتت في الانتستين بتاعته عاليه، فدي زي ما تكون بولب. كلمه بولب يعني ايه؟ زوايد. لو انا عندي يومين كده ولقيت في حاجات عامله كده دي اسمها بولبس. فلو احنا بصينا على المنظر ده من خلال الاندوسكوب كان في بولب، بس هي ما فيش بولب حاصل يتغير. ليه ما فيش بولب؟ يعني الحتت دي اللي نزلت قوي مش الحتت دي اللي طلعت، الحته دي بس يعتبر فيها شويه كونجيشن. فكل الحتت دي هي اللي نزلت وخلت المنظر عامل زي ما يكون بولب، دي حاجه اسمها سودو بولب. تعالوا نصور الباثولوجي. يبقى احنا عندنا هنا شويه انفلاماتوري سيلز وعندنا كونجيشن وده كونتينيوس انفلاميشن. طيب هل ده بس اللي بيحصل؟ لا، ممكن كمان الحاجات اللي تتاثر، من ضمن الحاجات اللي تتاثر الحته دي. الحته دي مثلا كان فيها جوبلين سيل بتفرز ميوكاستيفيشن، الجوبلين سيل دي برضه ممكن مكانها يحصل فيها الحته دي تفضل المنظر ده كانها عامله زي سيستم. لو حصل فيه انفكشن بنسميه ابسس. الابسس ده دكاتره اسمه كريبت ابسس. كريبت ابسس دي برضه ممكن نشوفها بالمنظار. الكريبت ابسس دي مهمه جدا في الام اس كيو دايجنوست. لو انا شفتها، لو انا شفت الكريبت ابسس دي يبقى متاكد 100% ان المرض ده اثر في الكولايتس دايجنوست. ماشي يا دكاتره؟ يبقى بالنسبه لنا على مستوى الباثولوجي تاني سريع، كونتينوس انفلاميشن عمل ألسر لانه عمل كونتينيوشن طبقه الميكوزا بس ما اثرش على بقيه اللايرز، عمل كونجيشن في الحتت اللي ما فيهاش ألسر فبقى عندي حاجه اسمها سودو بوليب، وممكن يحصل كمان عندي كريبت ابسس. لو شفتها يبقى البيشنت ده عمل ألسر كولايتس لانها دايجنوستيك، ودي ام اس كيو مشهوره جدا. ماشي، وممكن برضه في الشفوي مثلا كنت اقول لك طب ايه الحاجه اللي شفتها تحدث ان هو ألسر؟ ان انا شفت كريبت ابسس. حتى هذه اللحظه احنا ما جبناش سيره كلينيكال بيكشر، كل ده باثولوجي. طيب لو احنا خدنا مثلا عينه صغيره كده واحنا بنعمل الميكروسكوب، خدنا عينه بصينا تحت حتت ما حصلش فيها ألسر بس حصل فيها انفلاميشن، يبقى ده كونتينيوس انفلاميشن مش كونتينيوس ألسريشن. بعكس مرض ثاني هنتكلم عنه كمان شويه، ممكن يحصل دي ألسر بس ايه بتقول ألسر مفيش مشكله فري، هي اسمها سكيب ليشن، انما دي كونتينيوس في الانفلاميشن مكمل بس حتت حصل فيها كونجيشن بس وحتت حصل فيها ألسريشن. انما لو الحتت اللي ان بتوين دي ألسر سليمه خالص ده يعتبر سكيب ليشن غير ده خالص. البيشنت ده كتر على مستوى الكلينيكال بيكشر ممكن يشتكي بيه نتيجه اللي انا قلتها. الكلينيكال بيكشر ده بقى مرخصه لحاجتين، حاجه اسمها لا قبل ما نقول حاجه اسمها مكان الاجابه دايما متقسم، حاجه اسمها انتستاينال واكس راي انتستاينال. نتكلم عن الانتستاينال، واحد عنده كونجيشن زي ده الحته دايما على دكاتره الكونجيستد ممكن تكون سهل ان هي تنزف، اي حته كونجيستد فيها هيبرينيا سهل ان هي تنزف، فالبيشنت ده ممكن يجي له بليدنج. البليدنج ده هيحصل فين؟ هو في الكولون، يعني ما عداش على الاماكن اللي فيها هضم، ما عداش على الاستومك ولا عدى على الدولاب ولا حاجه.
يعني الفريش لما ينزل دم الفريش دي حاجه اسمها بليدنج ثيرابي. ماشي ده فكره. يبقى اول كلمه انفلاميشن مهمه قوي في السيرف كرايتس بالذات البليدنج ثيرابي او الاستاينال مانيفستيشن. برضه كون الحته دي كونجستد وكده الوظيفه بتاعت الكولون تاثرت، من ضمن وظائف اللارج انتستن ان هي تعمل ابسوربشن للوتش ترجع الميه. طب لو الميه ما رجعتش هيحصل دايريا، يبقى مش عنده بليدنج بالريكتوم وعنده دايريا. وطبعا اكيد مع الكلام ده مع البروسيس دي اكيد هيحصل عنده ابدومينال. فتوقع الابدومينال بيل بتاعه يكون فين في بطنه؟ على حسب مش احنا قلنا ان هو ممكن يكون في الريكتم، ممكن في السيجمويد كولون، ممكن يكون في الكولون كله، وممكن يجي في الهيليوم كمان، فممكن يكون في الابدومن كلها، وممكن يجي مثلا في الليفت اليك، وممكن يحصل في الرايت اليك على حسب مكان النيشن. عشان هو انا شايفكم ما شاء الله معظم الناس مبتسمه كده، دي حاجه حلوه. احنا بنتكلم في حته في منطقه من الجسم مش ظريفه خالص الصراحه. ماشي يا دكاتره. يبقى دول اهم حاجه في الانتستاينال مانيفستيشن هي البيدنج بالريكتوم والدايريا والابدومينال بين، ودي الحاجه اللي بتخلينا نتوقع ان البيشنت ده عنده مشكله في الكول. ممكن بعض الحالات يحصل معاها حاجه غير الدايريا او غير البيدنج بالريكتوم، حاجه برضه ريليتد للكول اسمها ديزنتري او تنزمس. لما البيشنت يكون عنده مشكله في الريكتوم البيشنت يحس انه عايز يدخل الحمام، يجي يدخل الحمام يحاول يعمل ليفيكيشن يلاقي مفيش حاجه، وبعد شويه يدخل تاني. دي حاجه اسمها تنزمس او تعنيه. لما بلاقي بيشنت عنده تنزمس او تعنيه بنشوف ان اكتر مشكله ممكن او اكتر مكان يكون افكتد هو الريكتوم. يبقى دي بالنسبه للانتستاينال مانيفستيشن. طيب الاكسترا انتستاينال بقى. الاكسترا انتستاينال هو مرض انفلاماتوري، واي مرض بيأثر على الجسم بانفلاماتوري بروسيس عنيفه زي دي بيطلع او بيحصل ريليس في الجسم كله لسايتوكاينز وانفلاماتوري سيلز. الانفلاماتوري سيلز بتأثر على الجسم، بتأثر على كذا مكان، اهمهم يا دكاتره اهمهم بالنسبه لنا يعني لازم نلاقي عند البيشنت ده ارثرايتس. والارثرايتس ممكن تكون كمان في اماكن كتير، تعمل ممكن تعمل بولي ارثرايتس. ولو تفتكر انا لسه قايل لكم في الاول النهارده قلت لكم ان في حاجه اسمها سيرو نيجاتيف ديزيز، بيحصل من ضمن السيرو نيجاتيف من ضمن انواع السيرو نيجاتيف ديزيز نلاقي البيشنت عنده انتيروباسيك ارثرايتس. عارفين حالات الانكيلوزنج؟ اسمها مرض اسمه انكيلوزنج سبوندلايتس. في عيانين كتير عندهم انكيلوزنج سبوندلايتس وعندهم كولايتس، انكيلوزنج سبوندلايتس وعندهم ارثرايتس كولايتس، دايما بيكونوا موجودين مع بعض. يبقى اول حاجه ارثرايتس. ايه تاني ممكن يشتكي منه البيشنت ده على مستوى الاكس راي؟ استنى تيجي ديفيوز انفلاميشن تتوقع. نعم الفيفر ده هنقولها في حاجات في الجل، حاجه جنرال كده اكيد هيكون عنده فيفر طبعا. ايه تاني؟ استنى الحاجات اللي ممكن تتاثر السكين. السكين برضه دكاتره لما يتجمع في اي حته انفلاماتوري سيلز ممكن تعمل ألسريشن او تعمل ابسس، ودي حاجه اسمها بايوديرما جانجرينوزا. طيب قد يصل الميكروز ده لحاجه شبيهه بالجانجرين، وبسبب باص ممكن يحصل فيها ابسس بتاع اسمها بايوديرما جانجرينوزا، ودي من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل في السكين. ايه تاني؟ ممكن الموضوع ياثر على الليفر، بس الحقيقه ان هو مش بيأثر على الليفر نفسه، هو ممكن يعني الليفر في البيشنت ده يكون سليم. ممكن يحصل شويه هيباتايتس اوتو ايمون هيباتايتس، وممكن يحصل انفلاميشن في البايل داكت. انفلاميشن كلمه انفلاميشن في البايل داكت اسمها ايه؟ كولانجايتس. ممكن يحصل كولانجايتس ويحصل معاه شويه فايبروزس، البيشنت يشتكي من سكليروزن كولانجايتس. ماشي يا دكتور. ايه تاني ممكن يتأثر تتوقع؟ الكدني مش كومن قوي انها تتأثر بصراحة مع حالات الألسراتيف كولايتس. ممكن كجزء من الديفيوز انفلاميشن ده يأثر على السيروس ساك، ممكن بعض الحالات يحصل عندهم بيدوريسي او بيريكاردايتس. مش توقع خدت روماتولوجي عندكم فكره عن روماتولوجي، حاجات شبيهه قوي بالروماتولوجي بالاكس راي ارتكل من نفس الشيء بتاع الروماتولوجي. اللام غير البلورس اللام كومن فيها جدا ان يحصل فيها مرض كده اسمه اي بي اف،
انترستيشال بالمونري فايبروسيس. اي بيشنت عنده انفلاماتوري سيلز كتير، الانفلاماتوري سيلز دي ممكن تعمل انفلتريشن للنج تيشو ويتبعها شويه فايبروسيس، فالبيشنت يبقى عنده ديفيوز انفلاميشن في اللنج ويحصل له اي بي اف. اي بي اف ده ممكن يحصل نتيجه اي اوتو اميون ديزيز، ممكن يحصل ايديوباثيك، ممكن يحصل نتيجه حاجه اسمها نيومونيوزس اب نورمال ريسبونس للباس وهكذا. ماشي يا جماعه، دي اهم الحاجات شويه. فالبيشنت دايما نلاقي عنده انتستاينال وعنده اكسترا انتستاينال. طيب البيشنت ده اوتو اميون ديزيز، المرض ده اوتو اميون ديزيز، بيحصل فيه شويه ريميشن يعني الموضوع يبقى هادي معاه شويه وشويه اكسسيرفيشن. وقت الاكسسيرفيشن الموضوع عنده هيكون عنيف جدا لدرجه ان هو كل شويه يعمل دايره، الدايره هتكون عنده عنيفه. لو احنا حبينا نحط كومبليكيشنز للمرض ده نحط ايه؟ ديهايدريشن. من اخطر الحاجات اللي كانت على البيشنت ده الديهايدريشن. وساعات تيجوا مثلا تتسالوا او السؤال يكون على الالسراتيف كولايتس، تريتمنت اوف الالسراتيف كولايتس كلكم او معظم الناس يعمل ايه؟ يقعد يكتب الكورتيكوستيرويد، الحاجات السبيسيفيك او الادويه اللي اسمها فليكسيماب، مش عارف ايه، السلفازالازين والكلام ده، وينسى ان انا لازم اعالج ديها. اي بيشنت عنده دايريه والكلام ده اكيد اكدوا عليه في الاطفال اكتر، اي بيشنت عنده دايريه اول حاجه اصلح الديهايدريشن وبعد كده اعالج السبب. فعشان كده البيشنت ده على مستوى الكومبليكيشنز عنده ديهايدريشن. طبعا مع الحاجات ده دكاتره ما ننساش كلمه التوكسيك مانيفيستيشن اللي هي بتعمل فيفر وبس مستوى ديها عنده ديهايدريشن. ما ننساش ان البيشنت ده عنده بليدنج ريكت، بليدنج اي بيشنت عنده بليدنج ممكن يحصل له انيميا، خصوصا ان المرض ده بيستمر لمده طويله. بس هنا الحقيقه الانيميا مش كومن قوي. ليه الانيميا هنا مش كومن قوي؟ متوقعه مع ان بيحصل بليدنج ريكت، لان اول ما البليدنج بيحصل ده بليد ده دم فريش، البيشنت بيعرف، بعكس البليدنج اللي هو بيكون بتاع الابر جي ار. بتاع الابر جي ار اللي عمال بيقعد ينزف كرونيك بلاد بوس وما يعرفش، فتلاقي البيشنت يكتشف بعد فين وفين ان هو عنده انيميا. انما ده غالبا اول ما بيلاقي بليدنج بالريكتوم غالبا بيروح ياخد علاج. ممكن يعني بس بصوره قليله شويه يحصل بيرفوريشن، بس صعب قوي. ليه صعب قوي يا دكتور؟ ليه صعب قوي؟ لان هو واخد الميكوزا بس، انما لو اثر على الدايرس كلها هيعمل بيرفوريشن وفيستولا بصوره اكبر، فهنا البيرفوريشن فرصته قليله جدا. انما لو احنا بنتكلم على مرض بياخد كلهم هيعمل. طيب هو احنا قلنا ان هو بيأثر على الميكوزا بس، لو هو امتد شويه للصاب ميكوزا واثر على الماسلز، الماسلز اللي في الكولون، الكولون هيفقد قدرته على الريكويل والقصه دي، فهيوسع هيحصل فيه دايلاتيشن. لما يحصل فيه دايلاتيشن دي حاجه اسمها ميجا كولون. لو في انفكشن او في انفلاميشن بنسميها توكسيك ميجا كولون. اخطر حاجه بقى بالنسبه للالسيرتيف كولايتس، وهي الحاجه المحزنه جدا جدا، بعد سنين من الالسيرتيف كولايتس البيشنت ده يحصل له مالجنسي. دي تعتبر اسوء حاجه. هنا الابدومينال بين ما بيكونش عنيف قوي. الدايريا والبريدنج بالريكتوم لو البيشنت مش في وقت الاكسسيرفيشن ممكن يتعايش معاهم عادي، يعني مش هيأثر عليه قوي. انما بعد سنين طويله سواء بياخد علاج كويس او ما بياخدش علاج كويس ممكن العيان ده بعد فتره يحصل مالجنسي. دي اخطر حاجه. وكل ما عدد السنين يزيد باصابه الالسيرتيف كولايتس كل ما بيكون عرضه اكتر ليه؟ المالجنسي. افتكر من السنه دي يعني كان كنت انا في المستشفى وجالي عرض كده او مش عرض ان في عيان تعبان. فطلعت اشوف الدور اللي فيه العيان تعبان ده، فسالت الممرضه مين العيان اللي تعبان؟ قالت لي ده دكتور اسمه كذا، دكتور ومحبوس في المستشفى في المكان الاقتصادي يعني. الدكتور ده كان رئيس وحده الجراحه. فببص في التذكره بتاعته لقيت ان هو عنده الالسيرتيف كولايتس من 10 سنين. محبوس في المستشفى ليه؟ عشان عنده انيميا وجاي بينقل دم. فكان بيشتكي في وقت نقل الدم من شويه رعشه وضربات قلب سريعه ومش عارف ايه. فالمهم دخلت له لقيته اتحسن على المرض، طلعت يعني كنت متاخر شويه. لقيته اتحسن وما بقاش عنده حاجه، وقعدت اخد ودي معاه في الكلام كده. فقال لي ان هو عنده السيرت بريس من سنين وبتاع، وهو لقى ان هو عنده انيميا، الانيميا زادت قوي. يعني الانيميا هو مثلا كان كل فتره ياخد كيس دم وخلاص او ياخد علاج، لقى الموضوع زاد قوي وحصل عنده رابيد ديتريوريشن. المفروض الخطوه اللي جايه يعمل ايه؟ كلمه اندوسكوب دي يعني كولونوسكوب، يعمل كولونوسكوب ويعمل منظار فعلا. بس عشان يعمل منظار لازم تكون الانيميا متظبطه، فهو جاي ياخد دم عشان يعمل منظار عشان يشوف فيه ايه. بس هو دكتور جراحه، وعلى فكره السيرتيف كولايتس دي من التخصصات اللي دكاتره الجراحه عارفينها، لان ليها جزء في العلاج جراحه. هنتكلم عن دلوقتي تتوقع يكون عنده ايه؟ مالجنسي. بقى له 10 سنين اللي حصل له رابيد ديتيريويشن وخس وبقى بين الدم
شعور اكبر، يعني ما بقتش مشكلته كانيميا ليدنج ريكتم بس، بقى عنده مالجنس والكولوريكتال كارسينوما دكاتره بيزود معدل البليدنج بالريكتم. فتتحقق يعني كان يعني انا هو فاهم ان انا فاهم ان هو فاهم، يعني كان التعامل صعب، هو عارف ان انا عارف ان ده مالجنس، وهو يعني مش هنقعد ممكن نقول طول الحصه وعارف ان انا عارف ماشي دكاتره. ودي اخطر مشكله، دي الحاجه اللي بتخلي المرض ده مرض مش حلو، ودي الحاجه اللي بتخلينا ساعات بنلجا للجراحه قبل ما العيان يوصل لهذه المرحله. لما العيان وصل لمرحله سنين كتير من الالسرتيف كولايتس، ممكن بقى بدل ما نعمل ندي علاج دوائي ممكن نلجا الى العلاج الجراحي. ايه العلاج الجراحي اللي تتوقعه في مرض زي ده؟ هنشيل الحته اللي فيها انفلاميشن. طب ولا طب لما نشيل الكولون العيان هيعمل هيخرج الحاجات اللي عنده دي ازاي؟ عن طريق فتحه كده، بنفتح فتحه في الابدومن وبنركب فيها كيس حاجه اسمها اليوستومي. اليوستومي لو احنا قصينا الكولون كله اخر حاجه عندنا الهيفي. كولوستومي لو احنا الفتحه دي عن طريق الكولون، ودي برضه حاجه طبعا وحشه. عشان كده بنحاول ما نوصلش الفيشن للموضوع ده. طيب ده بالنسبه لدكاتره الكومبليكيشنز اللي لازم نحطها في اعتبارنا واحنا بنعمل تريتمنت. ماشي. طيب اسال سؤال صغير عشان ليه علاقه بالمرض ده. البيشنت اللي احنا قلنا مشكلته دي هايدريشن، هل هتكون عنده مشكله مال ابزوربشن؟ لا. مال ابزوربشن لو ما تفتكروا لما جينا نتكلم عنه قلنا حاجات جاستريك جوزس وحاجات بيلري او هيباتيك وسمول انتستين، ده مش عارف السمول انتستين الا في 5% من الحالات ومش هيأثر عليه. انما مين المرض اللي ممكن يأثر على الابزوربشن والحاجات اللي بتمتص مع الابزوربشن زي الفيتامينز وكده؟ هو الكرومز، لان هو واخد ممكن ياخد الانتستين كلها السمول انتستين. انما ده ملوش علاقه قوي بالمال ابزوربشن، فمش ما كتبناش فيه الكومبليكيشنز. ماشي كده. طيب حبينا نعمل انفستيجيشن، بيشنت لقيته بيشتكي من وجع في جنبه او في بطنه كلها وعنده ضيريه، بيشنت فيميل في ميدل ايج، عندها فيفر، عندها ارثرايتس وهكذا، والدكتور اللي بيتابع الحاله حس او شك ان هي حاله السيراتيف كولايتس، يعمل ايه؟ يعني يطلب تشخيص او يطلب انفستيجيشن. يعني عندنا حاجات كتير. اول نعم لا الحقيقه في ماركر معين بس مش للتشخيص، في ماركر للمتابعه بس مش مهم قوي حاجه ادفانس. بالنسبه لدكاتره الالسيرتيف كولايتس زيها زي اي مرض، عايزين نعمل انفستيجيشن فور دايجنوستس وانفستيجيشنز فور كومبليكيشنز وانفستيجيشنز فور فولو اب على اذا كان في حاجه زي. بالنسبه عشان اشخص اعمل ايه؟ عندي هو الكولونوسكوبي ده الحاجه النهائيه، بس احنا برضو في حاجات كده لازم نعملها. ايه يعني حاجات بالدم؟ يعني هندخل الراجل نعمل له منظار على طول، اكيد في حاجات لازم نعملها في الدم. اي اصلا قبل ما البيشنت يعمل منظار لازم يعمل سي بي سي، لو عنده سيفير انيميا ما ينفعش يعمل سي بي سي. ممكن نعمل حاجه اسمها باريوم انيم، باريوم انيم ده لارج انتست، نعمل باريوم انيم. طب واحنا ممكن نشوف ايه في الباريوم انيم؟ انت تيجي تشرح مكاني بقى. ممكن الدكاتره نلاقي عامل زي كلمه، يعني ايه كلمه ليد بايب؟ ليد بايب يعني بالعربي يعني يعني ماسوره من الرصاص. نلاقي كله عامل كده، عامل زي الليد بايب ما فيهوش تعرجات. كونه فقد التعرجات دي حاجه معناها ان البيشنت ده ممكن يكون السيرتيف كولايتس، بس دي برضو حاجه مش سبيسيفيك، ممكن تحصل مع حاجات كتير. الالسريشن دي بتكون محتاجه يعني حاجه مش زي ما انت مش ديب، هي مش حاجه ديب قوي، مش هتبان قوي زي ما انت متخيل. ايه تاني دكاتره ممكن نعمله قبل ما نرجع للانفيجن؟ نعمل ستول اناليسيس. طب هنلاقي ايه في الستول؟ هنلاقي ارمسيس طبعا، ما احنا برضه دكاتره لازم نتاكد ان في بليد، ما ده يعتبر انفستيجيشن، هو مش دايجنوستيك بس بنعمله حاجات كده روتينيه بنعملها. انما ايه الدايجنوستيك؟ ان احنا نعمل منظار. المنظار ده يخلينا نعمل حاجتين، اولا هنشوف بعينينا ودي حاجه اسمها جروس ابييرنس، وممكن ناخد بايوبسي ونفحصها تحت الميكروسكوب. لما ناخد بايوبسي ونفحصها تحت الميكروسكوب هنلاقي ايه؟ انفلاماتوري سيلز. طب لما نشوف بعينينا نشوف كونتينوس انفلاميشن، مش يعني مش كده بس على طول كده، هنشوف كونتينوس انفلاميشن وهنشوف سودو بوليب
وهنشوف انسر السرز سودو بوليك وما بينها السرز، والالسرز دي بتكون كتير. كلمه كريبت ابسس دي الحاجه، كريبت ابسس دي برده ما بتكونش كبيره زي ما انتم متخيلين، يعني دي ساعات حاجه بتتشاف بقول لكم جوه في مكان الجوبلت سيل ممكن تتشاف تحت الميكروسكوب. ماشي يا دكتور، ده بالنسبه للانفستيجيشن. اهم نقطه في الانفستيجيشن، اهم كلمه في الانفستيجيشن دايجنوستيك كريبت ابسس، انما اهم بروسيدور او اهم يعني تايتل هو البولونوسكوب. ماشي. طيب لو احنا حابين نعمل حاجات فور كومبليكيشن او اكسترا انتستاينال، بيشنت مثلا عنده اي بي اف، نعمل له ايه؟ سي تي تشيست، نشخص الاي بي اف بالسي تي. بيشنت عنده مشكله في الليفر، بنعمل ليفر انزيمز وليفر فانكشن وايمجنج اللي هو الالترا ساوند. بالنسبه للارثرايتس، لو كان البيشنت عنده مشكله في جوينت واحد مثلا وعامل له انفلاميشن، ممكن ناخد من الجوينت ده اسبيريشن عشان نفضل ان هو مش سيبتيك ارثرايتس. ماشي. طيب حبينا خلاص شخصنا ان البيشنت ده، حتى لو عملنا دي شخصنا خلاص شخصنا دكاتره ان البيشنت ده عنده ألسيراتيف كولايتس. دكاتره ركزوا معايا، شخصنا ان البيشنت ده عنده ألسيراتيف كولايتس وحبينا نعالجه، نعمل ايه؟ بس في نقطة، يعني انت يعني ايه الدكتور استخدم ذكاء يقول لك نعالج الديهايدريشن صح؟ بس في برضه نقطة اسمها على حسب. مش انا قلت لكم ان المرض اي مرض، الدكاترة برضه عشان القاعدة في كل الامراض، اي مرض فيه اكسسربيشن وريميشن او بيحصل ريميتنت يعني بيزيد وبيقل بيزيد وبيقل، بيكون في علاج وقت الاكسسربيشن وعلاج وقت الريميشن. اي مرض كده، هناخد مرض في اليوم مثلا اسمه مالتيبل سكلروز، وقت الاتاك بياخد حاجة وان بتوين الاتاك بياخد حاجة. مرض البرونكيال ازم، مرض انترميتنت، وقت الاتاك حاجة. اي مرض بيزيد وبيقل ناخد حاجات وقت ما يحصل قوي وحاجات مينتنس في النص. فهنقسم العلاج بتاعنا لحاجه اسمها ديورنج اتاك. كلمه اتاك دي هي اكسبشن يعني، وحاجه ديورنج او ان بتوين اتاك. ديورنج اتاك لازم اصلح الديهايدريشن، فهدي للبيشنت هاي دي فلويد. البيشنت ده بيكون عنده انفلاماتو بروسيس وعنده انفكشن، فممكن اديله برضه هاي دي فلويد. بس كل العلاج ده يعتبر علاج سيمتوماتيك. انا عايز اعالج المرض نفسه، عشان اوقف الانفلاماتو بروسيس ده دكاتره هلجأ ان انا استخدم كورتيكوستيرويد. طبعا البيشن ده هيتحجز في المستشفى، لما يتحجز في المستشفى هديله الاي في فلويد والاي في انتي بايوتيك واديله كورتيكوستيرويد. كورتيكوستيرويد دي ممكن اديها له اورال وممكن اديها له اي في. الاورال بندي حاجه اسمها بريدنيزولون وده اتاك، فهديله جرعه كبيره. الجرعه كبيره دكاتره من البريدنيزولون يا اما بنكتبها بطريقه 1 مللي جرام للكيلو جرام ازاي، أو بندي 60. طب يقعد ياخدها لحد امتى؟ يقعد ياخد ال 60 دول لحد امتى؟ على طول؟ لحد الريمشن، لحد ما يتحسن، وبعد كده نقلله ايه؟ التدريج. طب لو هندي اي في، هندي البريزون ده مش اي في، بندي حاجة اسمها هايدروكورتيزون. هايدروكورتيزون اللي هو حقنة مشهورة أوي في الاستقبال كده اسمه سوريو كورتيزون. الحقنه بتاعته بتكون 100، هندي 100 مللي جرام كل 6 ساعات لحد ما يحصل ريمش. طب احنا في المستشفى حاجزينه في المستشفى، ندي الاورال ولا ندي الاي في؟ ندي الاي في، كده كده عم بيبقى عنده بياخد سوائل وبتاع، فبيكون بياخد فلويدز فبيكون متركب له كانيو. ممكن في بعض الحالات، بس ده مش بيحصل في الحياه العمليه يعني، بس هو كلام كتب، ان احنا بندي كورتيكوستيرويد هايدروكورتيزون برضو بس عن طريق انما. بس في مشكله، اولا ده بيستخدم في الحالات يعني دي شويه بريكوشنز كده. اولا الانما دي بتستخدم في حالات المايه، لو حاله سكينه لازم حاجه سيستميك، يبقى لازم دي حاله مايه. لازم يكون الانفكشن الانفلاميشن ده مقتصر على الريكتم، ما هو لو وصل القولون كله ووصل لحته من الايديوم، الانما ممكن مش هتوصل لكل ده، عنده مشكله اخرى
ان البيشنت ده عنده دايريه، فهياخد الهيدروكورتيزون من هنا وهينزل على طول من هنا. لازم حاجه تخلي الهيدروكورتيزون يلزق جوه شويه. عشان يلزق جوه شويه دكاتره بنسميه حاجه اسمها ريتيننج. ريتيننج يعني نخليه يلزق. عشان يلزق بنحطه في حاجه زي الجل او الفوم. عارفين ممكن يكون الاولاد عارفين الموضوع ده شويه. في ادويه لسقوط الشعر، تساقط الشعر، اللي هي المينوكسيديل. في مينوكسيديل سبراي صح، وفي بقى حديثا في جل. يبقى الراجل من دول او الشاب من دول او منها بيحب يحط جل، ومنها الجل ده فيه مينوكسيديل. اسمعوا عن الموضوع ده كده. ما انا بصيت على حد فيكم ان هو يكون يعني محتاجه، بس مفيش حد محتاجه. انا كان في واحد صاحبي، انا عرفت موضوع واحد صاحبي، واحد صاحبي لقيته بيحط جل، فبقول له يا ابني انت عندك شعر عشان تحط جل؟ قال لي ما انا بحط الجل عشان الشعر يطلع. ماشي يا دكاتره، فلازم يكون في ماده كده ايه لازقه شويه، بس ده لازم في الحالات المايلد جدا، وده مش بيستخدم. احنا دايما بنلجا للايه؟ للحاجات اللي هي السيستميك على طول، الاي بي. طيب ممكن نستخدم ايه كبرضه؟ ده كورتيكوسترويد. العلاج المهم جدا يا دكاتره ان هو يقلل الانفلاميشن. في حاله زي دي ممكن ندي السلسلين. السلسلين ونضيف عليه سلفر. انا سامع في الناس بتهمس كده بتقول سلفا سلازين. ده من الادويه المشهوره اللي هو عباره عن سلفا واسبرين او سلسلين. مهم جدا في الحالات اللي فيها انفلاميشن، وليه استخدامات كتير غير الارثرايتس. اسمه التجاري محدش همس في الحته دي. اسمه التجاري سلازو بايرين. اسمه كلمه سلازو بايرين دي حتى اكيد سمعتها في الروماتولوجي. سلازو بايرين ماشي. سلازو بايرين او سلفا سلازين بنستخدم على فكره. كل الكلام ده مهم بالجرعه. ليه الكلام ده مهم بالجرعه؟ لان ده سؤال امتحان بيتكرر كتير في الامتحان. بياخد 1 جرام كل 6 ساعات لحد ما يحصل برضه اكسبشن. 1 جرام كل 6 ساعات. في دواء يعني احسن منه شويه دكاتره، والدواء ده نسبة الصلفة فيه قليلة أو الصلفة فيه مش كتير، عشان ما يكونش عشان يعني نأفويد الإيه؟ السايد افكتس بتاعت الصلفة. بندي حاجة اسمها ميزالامين. ميزالامين ده برضه فيه سلسلين بس ما فيهوش صلفة. ماشي؟ برضه نفس الكورة. ده أحسن شوية بس أغلى. ماشي يا دكتور. طيب إحنا إدينا للعيان الحاجات دي، وابتدى يتحسن. ممكن نضيف عليها شوية حاجات بس كده تقلل الدايريه. ندي انتي دايريال دراجز اذا كان البيشنت ما عندوش انفكشن. ماشي، لو البيشنت ما عندوش انفكشن ولا هندي انتي بايوتيك، بس هندي مكان بقى مكان الانتي بايوتيك ده هنستبدلها بحاجه انتي دايريال عشان توقف الديهايدريشن او توقف الدايريا. ده ديورنج الاتاك. طب ايه بيقول الاتاك؟ نعمل ايه؟ عايزين بقى، ما هو ده مرض مناعي، مش هينفع ندي ديورنج اتاك بس. لو احنا ما اديناش ان بتوين اتاك البيشنت ده الموضوع هيحصل له تاني. فلازم نستخدم نفس العلاج اللي احنا اديناه اللي هو ايه؟ السلفا سلازين او الميزالامين ده، بس بجرعه اقل شويه. ياخدوا 2 جرام في اليوم. ماشي يا دكاتره؟ ومينتنس، يفضل ماشي على طول. وقت ما يحصل له اكسبيشن يرجع لنفس القصه. طيب عندنا مشكله. بعض الحالات يحصل لهم القصه دي، يحصل لهم الاتاك، نيجي نديله كل ده في الاتاك ما يتحسنش. ونلاقي البيشنت دخل في سيفير ديهايدريشن، ونلاقي مالتيبل اورجن افكشن. الكدني تتاثر بقى بسبب الديهايدريشن اكتر، والليفر يتاثر، وممكن اللنج تتاثر، ويوصل كمان للريسبيراتوري فيلر وكده وهكذا. البيشنت دي حاله تعتبر سيفير جدا، والعلاج ده مش نافع معاه. نعمل ايه؟ ندي اقوى علاج عندنا اللي هو ما اميونو سبريسن. ما هو ده يعني السلفا سلازين ده يعتبر شبيه بيه. اقوى حاجه عندنا دكاتره اقوى من اميونو سبريسن او يعني كاتيجوري اعلى خالص حاجه اسمها انتي تي ان اف. هنكتبها هنا بس هي ريليتد للايه؟ للاتاك. انتي تي ان اف كلمه تي ان اف يعني تيومر نيكروزين فاكتور. بنقول عليها انتي تي ان اف او تي ان اف بلوكر. الدواء المشهور جدا في الحته دي اسمه انفليكس. الانفليكس ده دكاتره انتي تي ان اف قوي جدا بس غالي جدا.
قوي جدا وغالي جدا، بس مشكلته مش ان هو غالي، مشكلته ان هو بيأثر على المناعه جدا. لما يأثر على المناعه قوي ممكن البيشنت يحصل له انفكشن تاني، فاحنا مش بنلجأ له الا في الحالات اللي لو انا ما اديتوش العيان يموت. لو انا ما اديتش الانفليكسيماب ده العيان يموت. الانفليكسيماب ده انا عمري ما انساه، ليه عمري ما انساه؟ وانا طالب قدوه كده كان عندنا امتحان اند راوند بطن. الدكتور اللي كان رئيس القسم ساعتها كان دكتور لسه ماسك القسم جديد، وهو دكتور روماتولوجي يعني تخصصه بره البطن او الحته اللي هو واخدها روماتولوجي. الانفليكسيماب ده ما كانش مكتوب في الكتب ايامنا، ايامنا كان مكتوب السلفاسلازين بس. فجاب لنا ام سي كيو هاي كده ذا موست افكتيف دراج ان ابسرتيف كولايتس، وادانا الاختيارات دي: انتي دايريال، كورتيكوستيرويد، سلفاسلازين، انفليكسيماب. كلنا كتبنا ايه؟ سلفاسلازين. وهو كان عايز ايه؟ احنا انفليكسيماب ما كناش شفناها قبل، ما شفناش الكلمه دي قبل كده. بعد كده انا ساعتها كنت باخد كورس، بس ما كنتش لسه خدت الجزء بتاع الابسرتيف كولايتس، كنت باخد كورس عند الدكتور اسامه محمود. فلقيته بيقول ايه، وفي دواء جديد كده دكاتره انتي تي ان اف، ودواء ممتاز جدا وهو احسن علاج، هو العلاج النهائي وهو اكتر حاجه افكتيف. انا كنتش عارف ان الاجابه، انا كنت بفكر ان انا جاوب صح، فعرفت بعد كده الانفليكسيماب. فعشان كده عمري ما انساه، الانفليكسيماب دواء مهم جدا. بس امتى بلجا له؟ حتى الكلام ده هتسمعوه بعد كده مثلا في روماتويد ارثرايتس اقصى اخر اخر لاين دي. في حاجه انا اسمها انتي لوكن، انتي انتر لوكن 1 وكده، بس مش بيشتغل في الارثرايتس، بس بيشتغل في امراض. طيب نرجع، عايزين نتكلم عن الكرونز. العلاج السيرجيكال ليهم هما الاثنين زي بعض. العلاج السيرجيكال لو شكينا ان البيشنت ده هيدخل في مالجنانس او اوريدي وصل للمالجنانس، بنعمل بنقص الحته اللي فيها مشكله ونعمل اليوستومي او الكولوستومي. ماشي. طيب البيشنت اللي عنده كرونز، عايزين نقارن الكرونز بالمرض ده على مستوى التريتمنت، هو نفس التريتمنت، قصه التريتمنت خلصانه. طب على مستوى الايتيولوجي تقريبا نفس الايتيولوجي، بس مش اوتو اميون زيه قوي، لان الراجل والست يعني موضوع الرجاله والستات فيه ممكن يعتبروا شبيه ببعض شويه، لا يتاثر بالسجاير، بالعكس ده ممكن يزيد بسبب السجاير، انما ليه جينيتك فاكتور وليه انفايرمنتال فاكتور. الميكانيزم مش مؤكد، مفيش حاجه مؤكده يعني، مش معنى هنا وهنا لا ما اعرفش. بالنسبه لدكاتره الباثولوجي، الباثولوجي او السايت هنا بقى مهم جدا. الكرونز ديزيز ده ممكن يجيب اي حته في الجهاز الهضمي كله من اول الماوس لحد الايدس، بس اكتر مكان بيأثر عليه الهيلي، اكتر مكان بيأثر عليه الهيلي، بس ممكن يأثر على اي حته. يختلف عن الالسيرتيف، ان الالسيرتيف ده كونتينيوس، انما ده مش كونتينيوس. سكيب ليجن، كلمه سكيب مش سكيب، كلمه سكيب يعني تجاهل او يعني حته او حته لا. لو هو ماشي كده دكاتره مثلا لو اعتبرنا ان ده الليير الاولاني بتاع يجي في الحته دي يعمل دي خالص، الحته دي كده يبقى عامل ياثر على اللايرز كلها، وبعد كده الحته دي فري، وبعد كده الحته دي فيها دي خالص، وبعد كده الحته دي ما فيهاش اي حاجه، وهكذا. طب لو احنا بصينا عليها من المقطع ده، طب لو احنا جبنا بقى اليومن وفردناه كده، يعني قطعنا اليومن وفردناه كده، هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى اليومن حته عامله كده مفروض، هلا في ديب ألسر هنا كده، ديب ألسر هنا، ديب ألسر هنا، وهكذا، في ديب ألسر كده. المنظر ده دكاتره يخلينا في الاخر، في الاخر هي يعني عملت المنظر اللي لو انا بصيت بالاندوسكوب الاقي بالكولونوسكوب الاقي المنظر عامل كده. ديب ألسريشن وما بينهم حتت سليمه. المنظر ده اسمه كوبرستون، كوبرستون ده اللي هو الحجر موجود عند السكة الحديد عند المزدقانات، وموجود في كان في مصر زمان هو اللي بيتعمل بالشوارع. لو حد فيكم راح الحسين عند شارع المعز والكلام ده هيلاقي الارض دي كلها عامله كده. ماشي. دي حاجه اسمها كوبرستون، بسبب ان في ديب ألسريشن، وان بتوين الألسريشن دي مفيش اي حاجه، انما هنا كان في الألسريشن كويس، كان في كونجيشن وعامله سودو بولي. غير كده دكاتره بيأثر على كل اللايرز، ممكن بعد فتره لما ياثر على كل اللايرز واخد اللايرز كلها داير ما يدور يحصل فيها فايبروزس. لما يحصل فيها فايبروزس بالطول وبالعرض ممكن تديا يحصل ستريتش، وممكن تقصر يحصل شورت كولون. شورت كولون او ستريتش دي تعتبر من الكومبليكيشنز اللي هي موجوده اكتر في الكرونز عن الالسيرتيف كولايتس. طيب على مستوى اكتر مكان الهيليا، بس ممكن ياثر على اي حته، عشان كده لو حبينا نتكلم عن الكلينيكال بيكشر برضه، الكلينيكال بيكشر هيكون فيها ابدومينال بين، بس ممكن يكون ابدومينال بين اكتر، ممكن يحصل دايريه.
وهنا بقى ممكن يحصل مال ابزوربشن. فلو احنا اتكلمنا عن مال ابزوربشن يخص الكرونز اكتر او يخص الكرونز بس. طيب لو احنا حبينا نتكلم عن الفيتامين بي 12، بيمتص برضه تبع التست، عشان كده يحصل فيه نقص. اشمعنى اكدت على الفيتامين بي 12 بالذات؟ الله ينور عليك، لان ده الموست كومن سايت للكرونز. يبقى الفيتامين بي 12 هيحصل فيه برضه ديفشنسي. طيب هنا الاكسترا ارتكلر هي هي، بس هنا في حاجه ممكن نزودها في الاكسترا ارتكلر شويه، الرينال افكشن. الرينال افكشن يا دكاتره هنزود هنا ان البيشنت هيكون عنده رينال ستونز. الرينال ستونز دي زي ما هتاخدوا في اليورولوجي السنه الجايه فيها انواع، في نوع اسمه اوكسالات ونوع اسمه كالسيوم وكده. هنا بيكون الاكثر اوكسالات. اولا ليه يحصل رينال ستون؟ اي بيشنت بيتعرض لدي هايدريشن هو عرضه انه يحصل له ستون. طب اشمعنى الاوكسالات او الاوكسالات؟ الاوكسالات دي عشان يحصل لها اكسكريشن لازم بيخرج معاها كالسيوم. فلو البيشنت عنده هايبوكالسيميا نسبه الاوكسالات هتعلى، ولما نسبه الاوكسالات تعلى يحصل اوكسالات ستون. طب ليه البيشنت عنده هايبوكالسيميا؟ بتاع الكرونز مش بتاع الالسرات دي. البيشنت عنده مال ابزوربشن، والكالسيوم حاجه من ضمن الحاجات اللي ممكن تمتص او من الحاجات اللي بتمتص، عشان كده رينال ستون فرصتها اكتر في الكولاس، بس ممكن تحصل في الالسراتيف كولايتس. لو انتوا خدتوا بالكم يا دكاتره المرضين متشابهين قوي، بس الفروقات قليله، في فروقات ولازم يكون عارفينها. عشان كده دايما السؤال بيجي فيه قارن ما بين ده وده، لازم تكون عارف الاثنين عشان تقارن. دي حلاوه سؤال المقارنه. ليه السؤال ده مهم جدا في البطن عموما؟ لان هو يعتبر جاي في كذا سيستم. الكلام لما نيجي ناخد الروماتولوجي هنقول ان في حاجه اسمها سيرو نيجاتيف ومش عارف ايه، ونجيب اللي بيحصل مع الالسرات كولايتس وهلا ومش هلا وبتاع. اي سؤال بيجمع تو سيستمز بيبقى سؤال مهم. في مشاكل في هذا الكلام؟ طيب حبينا نقول كومبليكيشنز. كومبليكيشنز هتبقى تقريبا نفس الكومبليكيشن بس فرصه الريستوريشن اكتر بكتير. الفيستولا زي البيشنت ده اي حته عنده في الانتستن عملت فيستولا وفتحت على حاجه ثانيه، ممكن البيشنت ده يحصل له حاجه اسمها اير اندر دايفرام. اعتقد في يوم مش فاكر في البرفوريشن بتاع البرتيك السر بيحصل اير اندر دايفرام، بيعرفها بيه نحطها في الانفستيجيشنز اكس راي اريكت نشر كده. ونفس بقيه الحاجات دي هتحصل، بس المالجنسي بصراحه مش كومن قوي في الكرونز. عشان كده الكرونز فيه ميزه وفي عيب. ميزته ان هو ما فيهوش مالجنسي قوي، بس عيبه ان هو مرض اعنف لان هو بيأثر على الجسم كله جامد. لما يترشح زي ما قلت لكم ممكن البيشنت تكون عنده ابسيرت كولايتس ديورنج ريميشن ما عندوش مشاكل كبير، انما بتاع الكرونز ده بيبقى عنده مشاكل كبيره. وساعات بنلجا برضه في علاجه للتدخل الجراحي. طب لو حبينا نعمل انفستيجيشن للكرونز نعمل ايه؟ نفس الكلام، بس مش هنلاقي بقى كريبت ابس ولا هنلاقي صودوم ولا هنلاقي حاجات تانيه. هنلاقي ديب ألسريشن زي دي، هنلاقي سكيب ليجن. يعني ايه سكيب ليجن؟ اللي هي الحته بتاعت الميكوزا بتوين الديب ألسريشن، مفيش اي مشكله. بنلاقي الكول لايرز بتاعت دي اهم حاجه، ان هو ترانسفير واخد اللايرز كلها. دي اهم حاجه بتتابعوا عن الالسراتيف كولايتس. بالنسبه للعلاج تقريبا نفس العلاج، بس يعني السلفاسرازين مش هو التراك اوف تشويس، بس بنعتمد على الكورتيكوسترويد برضه والاي اف ديوت والانتي بايوتيك. بس لو حبينا لا هو بص هو مش هشيك الفيستن كلها، هو انا بقول لك هو اكتر مكان ليه بيجي في الجلد. ممكن نشيل حته في حاجه اسمها هتاخدوها في الجراحه اسمها ايه؟ ريسكشن اند اناستوموس، في حته بايظه في الانتست مقصين هنا مقصين من هنا ومقصرين من بعض. ماشي، ده لو حته قصيره. طب لو حته كبيره؟ لا خلاص كده الحته اللي جزء اللي بره اللي تحت دي هنفصلها، هم فاتحين فتحه في الابدومن ويخرج بقى منها الاسترو. دي حاجه بتكون بصراحه سيئه جدا. اشهر انديكيشن للكولوستيم ده ان حد يكون عنده مالجنسي ونشيل الكولوم كله ونخلي الفتحه دي، وغالبا البيشنت ده يعني بعد فتره دي حاجه بتكون بلد عشان بس نخليه يخرج، لان هو مش عارف وصل لمرحله ان هو مش عارف يخرج الاسترو. في مشاكل في الكلام ده دكاتره. الالسرتيف كولايتس والكرونز ديزيز هقول لكم اخر مره اهو، ده سؤال امتحان ماشي، وذاكروه كويس. ما ناخدش امتحان النهارده، ذاكروه كويس النهارده يعني. هو انتوا قاعدين كده برضه بصوا قبل ما امسح. وبرضه
برضه عايز اكد على حته في العلاج، ما ننساش اي في فلويد، اي في فلويد، عشان ساعات نقعد نركز في الدراجز وننسى الحاجات الجنرال اللي هي قد تكون مهمه. طبعا في كومبليكيشنز بقى لو حبينا نكتب في علاجها، يعني نكتب بس ايتم كده تريتمنت اوف كومبليكيشن زي الاي دي الارثرايتس الاي دي اف بس كاسم، بس مش هنقعد نطلع يعني. من ضمن الحاجات المميزه دكاتره للاكسترا ستار مانيفستيشن دي ان علاج معظمها هو الكورتيزون برضه. طيب عايزين نتكلم بقى من خلال الكلينيكال شويه، النقطه بتاعت الكلينيكال شويه، نتكلم على حاجه اسمها هيستوري. اي مرض يا دكاتره، اي مرض ازاي نشخصه؟ عن طريق ان احنا نعمل له ابروش، نقرب منه عن طريق هيستوري. ركزوا يا دكاتره بعد النقطه، نعمل هيستوري، ناخد هيستوري كويس ونعمل اكزامينشن وبعد كده انفستيجيشنز. لو احنا ابتدينا بالانفستيجيشنز ممكن اصلا ما نطلبش الانفستيجيشن الصح، او الانفستيجيشن اللي هو شخص ممكن نطلب انفستيجيشن غلط، او لو هنطلب صح هنطلب كتير لان احنا عندنا احتمالات كتير قوي في دماغنا. لو احنا عملنا اكزامينشن بس واحنا مش واخدين هيستوري في حاجات ممكن ما ناخدش بالنا منها لان احنا مش متوقعين. انما اي بيشنت، والكلام ده على فكره المفروض يتعمل في الحاله العمليه بس مش كتير دكاتره بيعملوا، كل الدكاتره دايما ممكن بعضهم بيعمل اكزامينشن وفي بعض الدكاتره يسمع الكومبلين من هنا او الشكوى من هنا ويطلب انفستيجيشن على طول عشان الوقت، يعني ايه العيان ما ياخدش وقت طويل والعياده لو زحمه. بس الصح ان احنا ناخد هيستوري، والدكتور الشاطر هو اللي بياخد هيستوري كويس. لما ناخد هيستوري كويس دكاتره البيشنت، على سبيل المثال شويه دردشه كده بس، البيشنت عنده ديسنا، لما ناخد منه هيستوري ابسط حاجه هنعرف الديسنا دي سببها مشكله هارت ولا شيست مثلا. لما نيجي نعمل الانفستيجيشن هنبقى عارفين هنعمل ايه بالظبط، لما نيجي نعمل الاكزامينشن هنبقى عارفين احنا هنعمل ايه بالظبط. لو انا عندي مثلا 50 سبب 50 مرض بيعملوا ديسنا، لو انا خدت هيستوري الاحتمالات اللي في دماغي هتقل وتبقى 20 مثلا. اعمل جنرال اكزامينشن تقل تبقى 10، اعمل لوكال اكزامينشن يبقى 3 4، اعمل انفستيجيشن 1 او 2 او 3 اشخص المرض. عشان كده لازم اخد الموضوع ايه خطوه خطوه، ما ينفعش اعمل انفستيجيشن على طول. الموضوع ده وجهه نظر صحيه عشان اشخص صح، وجهه نظر اقتصاديه بدل ما اقعد استهلك. بس كمان في مستشفيات كتير او بره مصر حتى الكلام الناس كلها بتبقى تحت تامين الصحي، يعني اللي بيدفع هي الحكومه، فعشان كده لازم نقلل المصاريف للحكومه زي ما اتفقنا قبل كده، لازم نقلل المصاريف خوفا على يعني مصلحه الفلوس تتسكره، خوفا على مصلحه الحكومه عشان البلد تتقدم ونبني كباري اكتر ونبني وناخد وندخل موسوعه جينيس اكتر للارقام القياسيه. بقالنا كتير ما بقالناش، بقالنا كتير ما بقالناش. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ماشي يا دكاتره. بالنسبه للهيستوري، الهيستوري مكون من كذا نقطة كده، لازم كل نقطة نخلي بالنا منها لأن ليها أهمية. حتى البيرسونال هيستوري اللي الناس بتكبر دماغها منه ده مهم، ومهم أكتر غير الكلينيكال، مهم في الكيسز. لما يجي لنا كيس في الامتحان يفرق معانا قوي مواصفات البيشنت البيرسونال دي، تفرق معانا جدا. الحاجات اللي إحنا بنسأل عليها في البيرسونال هيستوري بنجمعها دايما في كلمة مقياس أمرا. كل كلمة منهم دكاترة ليها أهمية. النيم لازم يكون عشان واحنا في الامتحان محدش يوقفنا، لازم يكون اسم ثلاث اسامي. طب ليه ثلاث اسامي؟ عشان ايدنتيفيكيشن. وساعات في المستشفيات المفروض يعني بيبقى اربع اسامي ثلاثه مش ثلاثه، لان ممكن نلاقي الواحد ثلاث اسامي متشابهين. وانا ادلكم في سنه خمسه في حصه عملي كان معانا حاله، في الدكتور كان بيشرح لنا حاله بريفرال نيوروبسي. بريفرال نيوروبسي ده كان اسمه محمد حسيني محمد، وانا اسمي محمد حسيني محمد، ولقيته من طنط وانا من طنط. بس هو مثلا حاجه 40، كان حاجه 40 سنه، انا ساعتها كنت حاجه 20 سنه. فساعات مش تبقى 3 ساعات يبقى 4، ولازم اسال البيشنت على اسمه. وانا بتكلم مع البيشنت يفضل بعد، يعني انا سالته على اسمه من الاول وانا بتكلم معاه بعد كده اقول له يا استاذ فلان، يا عم فلان، يا حاج فلان. دي بتكون احسن شويه. في فرق لما بقول لحد تعالى او تعالى يا محمد، فيها يعني حميميه شويه، تعالى تعالى يا حماده كده بتفرق. انما تعالى كده بيبقى فيها، عشان كده دايما ناخد الاسم ايه ثلاثي لازم، ودايما نفتكره مش كل شويه نسال العيان ايه ده اسمك ايه، ده اسمك ايه، وانت اسمك ايه. بتحسس العيان بالايه؟ ان هو مجرد شغل يعني، هو حاجه بيبقى كده. طيب بالنسبه للايجا دكاتره، الايجا ده يفرق معانا جدا. في امراض
بتفرق على حسب الايه العرض، يفرق على حسب السن. لو لقينا بيشنت عنده جوندس مثلا وهو عنده 6 شهور هنشك في الميديك انيميا. بيشنت عنده جوندس وهو عنده 15 سنه لا، ممكن يكون فايرال هيباتايتس. بيشنت عنده جوندس ما ظهرش عنده الا لما بقى عنده 80 سنه ممكن يكون مالجنسي كانسر هيدو بانكرياس. واحد عنده وهو عنده 50 سنه وهكذا، فيفرق معانا السن جدا. عشان كده لازم اسال عن السن. بعضنا ياخد بيرسونال هيستوري في الامتحان وهو شاطر جدا، ولو اتسال اي سؤال هيجاوب بس يغلط في البيرسونال هيستوري. دكاتره البطنه غير دكاتره الجراحه وغير دكاتره الرمد. دكاتره البطنه يعني ايه فاضيين او مش فاضيين، بيدققوا قوي. واقل حاجه بتقول لك لا ده انت لازم تكون سالت على 15 حاجه، لازم تسال على 15، لازم تعلق على 15 نقطه، بتعلق على 15 نقطه. تيجي تمتحنه في الجراحه، اه يا ابني حالتك ايه؟ اه هرني. عشان برافو عليك شاطر وخلاص كده انتهى الموضوع. عشان هو ايه؟ هو شغله هو عن نفسه كطبيعه شغله سريع. انا دكتور بطنه، ها اسمك يا حبيبي مش عارف ايه. فاكرين الدكتور ربيع بتاع هو ده نموذج لدكتور البطن، نفس الشكل ونفس الوزن ونفس الهيئه. وانتوا بعد كده لو انتوا بصيتوا على دكاتره البطن هتلاقوا معظمهم كده. تبص دكاتره الجراحه بدل وشياكه ودقن مظبوطه وبتاع، دكاتره البطن شعر منعكش ودقن مش مظبوط. ما تبصوليش يعني انا جراحه اصلا على فكره، بس انا جاي البطن كده. المهم دكاتره الايج لازم اسال على ايش كويس. بالنسبه للسكس في امراض طبعا تفرق في الميل او في الميل. لو لقيت بيشنت عندها 40 سنه وعندها هيباتايتس، اعراض الهيباتايتس ممكن تكون اوتو اميون، ممكن تكون حاجه ريليتد للفيمن، حاجه اسمها برايمري بيرسلوز. انما لما يكون راجل حاجه ثانيه، يعني استبعد الحاجات الاوتو اميون مثلا على سبيل المثال. آه زي حاجه زي الابسيتيف كرايتس اكتر في الستات بس برضه نشوفها في الرجاله. طيب بالنسبه للاوكيوبيشن، الاوكيوبيشن في اي سيستم احنا بنتكلم اكتر النهارده عن الجايت. لما نيجي نتكلم عن الكلينيكال بتاع التشيست هنقول نفس الكلام بس من وجهه نظر اخرى. بالنسبه للاوكيوبيشن، هل الاوكيوبيشن تفرق معانا؟ جدا 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 في الابدومن بالذات والشيست. الابدومن والشيست، او اشمعنى الابدومن؟ بالهرزيزس. بس في حاجه اهم كمان بالهرزيزس، ماشي، بس في حاجه اهم من الهرزيزس، تتخيلوا ايه؟ يا سلام. على حسب، لو احنا قاعدين في المدينه نلاقي ستريس، لو احنا عايشين في قريه بالهرزيزس، او الواحد يكون شغال ايه مزارع. وانا في سنه خمسه جالي سؤال في امتحان البطن، واحد عنده وجع في بطنه مش عارف ايه وحاجه شويه حاجات كتير كده، وعنده هيماتيمسيس. عنده كام سنه؟ 50 سنه. بيشتغل ايه؟ بيزنس مان. كان الامتحان كده والله. يبقى ده ستريس مش ستريس ألسر. جبتك ألسر. سكن ستريس ألسر دي يعني واحد تعرض لستريس والكونديشن عليه فجاه، مش واحد شغال يعني بقى له طول عمره عنده ستريس. انما لو كان قال لي ان هو عنده هيماتيمسيس ومش عارف ايه وشويه وجع في بطنه وشغال فلاح، كنا هنقول استرابشر رابشر استرجل فارس. دخلت انا امتحان زماله وكان في جزء من الامتحان كده جزء لجنه اسمها هيستوري، بس كانت العيانه عندها هيماتيمسيس. قعدت تقول لي شويه حاجات شويه حاجات شويه حاجات وهيماتيمسيس وحاجات ليها علاقه بالهيماتيمسيس وبتاع. فالدكتوره جت في الاخر قالت لي طب تشخيصها ايه؟ قلت لها دي هيماتيمسيس فور ديفرنشال دايوز موست بروبابلي رابشر استرجل فارس. قالت لي عرفت منين؟ الوظيفه بتاعتها هي ست بيت، بس قالت لي بساعد جوزي في الارض، يبقى دي تعتبر بالنسبه لي فارمر. ماشي دكاتره، فبتفرق تفرق معانا جدا الوظيفه، يعني نفس المرض اهو بس هنا حاجه وهنا حاجه، فيفرق معانا الوظيفه. من الوظائف المهمه برضو الميديكال ستاف. اي واحد شغال في الميديكال فيلد عرضه للفيرال انفكشن خصوصا بي. اشمعنى بي؟ عشان هو تركيزه عالي في البراند، اقل شك كبير بتنقل لنا للاسف الشديد. بس حلاوته ان هو ليه فاكسينيشن. الماريتال ستيت، نسال على الماريتال ستيت يا دكاتره كذا سؤال، مش بنسأل انت متجوز ولا مش متجوز، بنسأل انت متجوز ولا مش متجوز. لو متجوز بقاله كام سنه متجوز، وعنده كام طفل، واصغر طفل عنده كام سنه. وكل سؤال من دول بيبقى ليهم اهميه. في نقطه بس صغيره كده بعضنا بيغلطها، ممكن واحد يقول لك انا مراتي ماتت. نقول احنا كاتبين ايه؟ سنجل. سنجل مش معناه ان مرات، كلمه سنجل اه يعني دلوقتي سنجل، بس بالنسبه لنا في البطنه كلمه سنجل يعني واحد ما اتجوزش قبل كده. كلمه سنجل مش معناها ان واحد مراته ماتت ولا واحد مطلق. هي في الحقيقه اه يقول لك سنجل اجي، واحد يكتب على الفيس كان خاطب ولا اي سنجل اجي، هو كان خاطب اصلا او كان يعني كده. لا احنا بالنسبه لنا سنجل دي انا واحد ما اتجوزش قبل كده في البطن. يجي واحده دكاتره يقول لك ده نوت مارد. ايه نوت مارد؟ طب نوت مارد ده سنجل ولا مراته ماتت ولا مطلق مراته؟ تفرق معاه. ماشي دكاتره، مش يمكن تكون مراته ماتت بانفكشن وهو عرضه، اللي يكون العرضه للانفكشن ده مثلا، فيفرق معانا جدا.
اصغر طفل عنده كام سنه دي تفرق معانا، بطمن على ان البيشنت ده في تايم ولا لا. الفتره الاخيره مثلا لو هو عنده اصغر طفل بقاله سنه، عنده طفل، الدكاتره ركزوا مع الاثنين، عنده طفل اصغر واحد، اصغر طفل عنده سنه وانا شاكك ان هو يكون عنده مرض، البيشنت المرض ده بيعمل انفيرتيلتي، يبقى اكيد شكي غلط، استبعد المرض اللي بيعمل انفيرتيلتي، افكر في حاجه ثانيه. ماشي دكاتره، لو كان المرض بادئ معاه من 10 سنين مثلا، انما لو هو اخر طفل عنده من 10 سنين وجاله مشكله من سنه، ممكن مش هستبعده، انما عشان كده لازم اسال على اصغر طفل عنده كام سنه. ودي برضو يعني مش بالاهميه الكبيره ومش بنغلط فيها. الريزنس بقى دي الكارثه كلها، دكاتره البطن قلت لكم بيركزوا على اقل حاجه، اقل حاجه. ريزنس يعني عايش فين ومولود فين. احنا ساعات عايش فين؟ يقول لك عايش في القاهره. طب ما كل الناس اللي عايشه في القاهره، معظم الناس اللي عايشه في القاهره مش من القاهره. انا راجل عايش في القاهره بس مش من القاهره. فلما اقول له عايش فين، ولازم اتبعها بسؤال مولود فين. لما اجي اتكلم بقى عن الكومنت بتاعه اللي هو بورن ان كذا اند هي ليفز ان كذا، تفرق معانا طبعا. ممكن اكون عايش في القاهره بس وانا صغير كنت بنزل الترعه عندي بالهرسيس، تفرق معانا جدا. ممكن اكون وانا صغير كنت عايش في حته في الصعيد او قريه في الصعيد او قريه في الواحات عندي هايبو فيتامينوز من وانا صغير، فيفرق معانا جدا مولود فين. عارفين لو هو عايش في حته ومولود فيها وانت ما قلتش وزبورن ان كذا عند هيليبس ان كذا، الدكتور يقول لك ما سالتوش انت مولود فين ليه؟ هتقول ما هو نفس الفكر. لا، لازم نذكره، لازم الدكتور يعرف ان انت سالت، مش ان احنا المعلومه وخلاص. لا، لازم الدكتور يطمن ان انت سالت. حتى الحاجات الدكاتره اللي مش مهمه لازم نذكرها، حتى الحاجات اللي مش موجوده عند البيشن زي ما هنعرف دلوقتي الحاجات النيجاتيف لازم نسالها. بالنسبه للسبيشال هابت، السبيشال هابت عندنا بالنسبه للابدومن يعني عندنا السموكنج طبعا مهم كل الاحوال، وعندنا الكحول مش هيفرق معانا كتير قوي في مصر يعني، بس يفرق معانا بره مصر. اهم سبب اللي كانت من اهم اسباب السيروز على مستوى العالم هو الفاتي ليفر، سواء نون الكحوليك او الكحوليك. فالالكحوليك هو السبب الاشهر، عشان كده لازم نسال بتشرب خمره ولا لا. بس احنا مش بنسالها برده بالطريقه دي عشان ما يعني ما تضايقوش العيان. في بعض العيانين لو انت قلت له تشرب يقول لك استغفر الله انت ازاي بتسالني كده، انت مش شايفني مثلا مربي داني او مش شايف مش عارف علامه الصلاه او مش ما بنسالهاش كده. بس لو بتشرب سجاير يقول لك لا او يقول لك اه، تقول له طب في اي حاجه ثانيه تعمل له كده؟ في اي حاجه ثانيه؟ ماشي. لو ممكن هو انا لما يلاقيك حلو معاك يقول لك اه والله دكتور يعني ايه اشرب ميه، عشان برده البنات تبقى فاهمه كلمه ميه ده مسمى اخر للخمره بالنسبه للعامة. يعني في ناس بتسمي الخمره ميه، اكيد طبعا عارفين الكلام الجميل كلمه ما تقولوش خط، ما تقول له طب ما تقوليش انت ساعه طب ما انا كمان بشرب ميه اهلا ازاي وايه كفك وبتاع وانت معاك يعني شويه معاك بقى. لا، كلمه الكحول يعني هم بيقولوها ميه. طيب هل تفرق معانا نوع الكحول؟ علميا بس في الحقيقه هو بيشرب كحوليات وخلاص. بس في كحوليات بيبقى نسبه الخمره فيها، نسبه الكحول فيها عاليه جدا، في خمره نسبه قليله. دي بنعرفها ازاي كده؟ افتكروا الافلام لما واحد يكون بيشرب بيره، لو بيشرب شفشه بيره صح؟ لان الكحول فيه قليل. طب اللي بيشربوا ويسكي اللي هم بيخبطوا الكوبايتين في كوبايه طويله وتلاقي حتى شويه صغيرين كده، ده معناه ان الايه؟ التركيز عالي جدا فبيشربوا قعر الكوبايه بس. طب الواين او النبيت او النبيس لو في منه احمر وفي منه ابيض، بتلاقوا كاس كده وكاس صغير كده بيبقى في الحاجات المناسبات الايه؟ الرومانسيه شويه. ما شفتوش فيلم عمارة يعقوبيان؟ اه يا بيه. ماشي يا دكاترة. السموكينج هي حاجة اسمها سموكينج اندكس، أهم في الشيست بس برضه لازم نعلق عليها مع أي بيشنت بيشرب سجاير. عدد السجاير في مصر عدد السجاير اللي بيشربها في اليوم عدد السجاير. لو طلع الرقم أنا مثلا على سبيل المثال أنا يعني اي حد بيشرب سجاير، اي حد بيشرب سجاير مثلا بيشرب 20 سيجاره في اليوم، علما ده برضه بنظم. ممكن يقول لكم انا بشرب علبة انا 20 سيجاره. 20 سيجاره في بيشرب بقاله 30 سنه، ده يطلع مثلا رقم 600. ماشي كده؟ الرقم اللي هيطلع اشوف، لو لقيت الرقم ده اقل من 100 ده ميه، ما بين 100 و400 مدمن، لو اكتر من 400 سيفيتش او هيفي. ماشي، هيفي سموكر. وبقول عليه هيفي سموكر. طب لو بيشنت مش مدخن
بقول عليه بقول عليه مش ممكن كلمه برضه من الاحسن بقول لكم بركز على الحاجات اللي هي بتبقى الخطا. تلاقي بتشرب سجاره يقول لك لا، يقول لك ايه هي از نو سموكينج. كلمه نو سموكينج يعني لا تدخين، لا تدخين اللي هي بتتكلم على الحيط. لا هنقول عليها نون، لو انت عايز تقول عليها لوحدها نون سموك، او ممكن تقول عليها نو سبيشال نون سموك او نو سبيشال هيلث اوف ميديكال امبورتنس. ماشي دكاتره، ولازم تقول تشوف دكاتره البنك، ما تقولش نو سبيشال هابت وتسكت، لازم تقول سبيشال هابت اوف ميديكال امبورتنس. انا مثلا عندي سبيشال هابت ما لهاش علاقه بالميديكال امبورتنس، انا بلعب بلاي ستيشن مثلا، دي سبيشال هابت بس مش ايه مش ميديكال امبورتنس. دكاتره البنك بيركزوا على كل كلمه. طيب لو البيشنت بتاعتنا في ميل، لو البيشنت بتاعتنا في ميل ممكن نعتبر كلمه ام دي فاريتال ستيت ومنسترال استروجين. لازم نسال البيشنت في ميل في مشاكل في الدوره ولا لا، الدوره منتظمه ولا مش منتظمه، الدم بينزل كتير ولا اقل من الطبيعي، الفيرست بيريود بدات امتى. ماشي يا دكتوره. في الابدومن مش لازم نسالها في البيرسونال هيستوري لانها جزء من الهيستوري اوف بريزنت. تاني خطوه في البيرسونال هيستوري، في الهيستوري خطوه الكومبليشن. احنا بنتكلم عليهم كخطوه وبعد كده خطوه، كل خطوه لوحدها، بس في الامتحان احنا ما بنعملش كده. في الامتحان احنا سالنا البيشنت اسئله كتير اهو، سال ده سؤال وده سؤال وده سؤال وده سؤال، نكتبهم في صوره باراجراف. خلصنا البيرسونال هيستوري، ما نقولش الكلمه الشائعه تقول لي الدكتور ايه الكومبلين كذا، مش هسمعها كده. انت خلصت بيرسونال هيستوري باخر كلمه هي از نون سموكر او نو سبيشال هابت اوف ميديكال امبورتنس. هي از كومبلينينج اوف كذا، كمل كانه قصه واحده. ما نقولش البيرسونال هيستوري اسمه كذا وعمره كذا، لا نقول ميل بيشنت كذا كذا تفاصيل اسمه وشغال في الحته الفلانيه، مولود وعايش في الحته الفلانيه وهكذا. هي از كومبلينينج اوف كذا. خلصت وقلت ومال ذا كونديشن ستارت يا دكتور، مش يا دكتور البيرسونال هيستوري، وتبقى واثق قوي في نفسك البيرسونال هيستوري كذا، الكومبلين بقى كذا، هيستوري اوف بريزنت انس. الكلام ده احنا بنقول واحنا بنشرح او احنا بنكتب، لو احنا بنقول لازم تكون في صوره باراجراف. هنقول هي از كومبلينج اوف كذا او ذا بيشنت از كومبلينج اوف كذا. سالت البيشنت قال لك خمس شكاوي تشتكي من ايه اللي جابت المستشفى، قال لك والله عندي ضغط وسكر ورجلها مورمه وعندي صداع ومش عارف ايه. تقول له ايه اكتر حاجه تعبتك، ايه اكتر حاجه مضايقاك، ايه الحاجه اللي خلتك اول ما حصلت خلتك تيجي المستشفى. لازم تركز على اكتر حاجه مضايقه البيش، اكتر حاجه مضايقه البيش اللي هو الحاجه اللي ايه تعبت. طب لو قال لك حاجتين اكتر حاجه تعبها حاجتين، حاول معاه تحاول تفصل معاه حاجه واحده، لو ما وصلتش اكتب الحاجتين معاك، بس دايما على مستوى سنه خمسه بنحب نكتب حاجه واحده بس، ولازم تكون بلغه العيان، بلغه العيان. الكومبلين ده البيشنت يقول اللي هو عايزه، الاسترو بريزنس احنا بنقول ان احنا عايزينه. يعني ايه كلمه لغه العيان؟ لو البيشنت قال لك والله رجلي مورمه، احنا بالنسبه لنا اسمها لور ليمب ايديم، لا اسمها لور ليمب سويل. واحد قال لك مثلا عندي كرش نفس، اسمها شورتنج اوف بريس او ديفيكالتي اوف بريس او اي حاجه. واحد قال لك انا عندي رفرفه في القلب، اوابيس اوف هارت بيت، احنا بنقول بالبيتيشن بس هو يقول اوابيس اوف هارت بيت وهكذا. فنكتب الكومبلين بلغه العيان ونحاول نقصر الديوريشن. يعني ايه نقصر الديوريشن؟ الكومبلين ده كتر يعني السبب اللي جاب العيان المستشفى، مش السبب اللي مش المشكله اللي حصلت له من ساعه ما اتكلم معاه. ممكن عندي يجي لك مثلا عمال اي حته تقول لك رجلي مرمه، تقول له من 10 سنين